بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا حبايبي؟ اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. انا نهى مقلب من قناه نهى فوق. ان شاء الله النهارده ندخل المطبخ ونعمل شويه فول نابت، بس حكايه. هنعمل شوربه الفول النابت بس حكايه ان شاء الله كده، وحاجه تدفي في البرد التلج اللي احنا فيه ده. يلا بينا على المطبخ نهى فوق نشوف هنعمل الامر اللي قدامنا ده ازاي. يلا نسمي الله ونبدا. يلا بينا. هنا بقى يا حبايبي جبنا الفوق وغسلناه كويس جدا ونقعناه من بالليل لحد الصبح. شايفين ما شاء الله هو كده ايه، منقوع من بالليل لحد الصبح. خلاص هنحطه بقى، نجيب مصفى زي دي او شبكه او كده، ونفرد فيها، نفرش فيها فوطه او حاجه قط، ونروح فردين فيها الفول بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط. ونروح البخاخه بقى بتاعه المطبخ كل يوم نرش على الفوق، ونرش على الفوطه نفسها من فوق ونقلبه كل يوم نفس الكلام. كل يوم الصبح اول ما تقوم من النوم كده جايب الفول بتاعك وتروحي فرداه ومقلباه كويس، ربما يكون في فوله باظت مش عارفه ايه، وتبخي عليه بالميه وتغطيه تاني بالفوطه، وتبخ الفوطه نفسها بالميه وتسيبيه تاني يوم. هو بيقعد 3 4 ايام على ما ينبت. هو طبعا بينبت من اول يوم، بس تبقى تنبيته صغيره كده. لكن هنا بعد 4 ايام شايفين ما شاء الله التنبيته بتاعته قد ايه، ما شاء الله حاجه كده يعني ايه من الاخر، يعني ما شاء الله كده ايش خيال يا ناس. حطيناه في الحله بتاعتنا، شايفين ما شاء الله عليه قمر والله. يعني شوربه الفول والفول النبي دي هتدفي في الشتاء اللي احنا فيه، والبرد التلج اللي مش عارفه اخره ايه ده. خلاص احنا هنا بننزل بميه سخنه، بتنزلي بميه سخنه علشان يسرع لك السوى. وكمان انت لما بتنزلي بميه ساقعه، لما بتسخن الميه وبتبدا تغلي بيسود وياك الفول، فانت تنزلي بميه سخنه احسن. هنا بقى هنجيب البوتاجاز ولا عليه، هنجيب ايه، هنجيب بصلايه نحطها فيه زي ما هي كده. وخدوا بالكم البصلايه دي بتبقى طعمها اطعم من الفول نفسه، يعني بتبقى طعمها جميل. بس ما تقطعهاش يعني ايه، اعملها كده شقها نصين كده وخلاص، وسيبها بس سيبيها ماسكه نفسها زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط. والطماطميه نفس الكلام. خلاص ليه بقى؟ اول ما تخلصي ممكن تشيل الطماطميه دي، تشيلها خالص ما لهاش لازمه بقى، احنا خلاص خدنا كل اللي فيه. نغطي عليه بقى لما يغلي اهو. خلاص هنا غلى، نقلب بقى شايفين خلاص هو بدا يدخل في سوا. على فكره ما بياخدش سوا، لان يعني انت بنقعاه وقاعد كذا يوم بترش عليه ميه وكده. انا بزود ميه مغليه. شوربه الفول النبي دي بتبقى لذيذه جدا على فكره، وتبقى مغذيه جدا. يا ريت نعود ولادنا عليه والله. احنا نزلنا بشويه ملح وشويه ومعلقه صغيره من مرقه الفوريه دي، بتخليه برده جميل جدا، تدي له طعم فظيع يعني. او مكعب مرقه، يا اما اللي انت عاملاه يا اما تشاريها من بره. هنا بنحط فلفل اسود، عايزه تحطيه مش عايزه بلاش، لان في ناس ما بتحبش تحط على الفول النابت فلفل اسود، بس انا بصراحه بحب. اي ريم يطلع على الوش شيليه علشان ما يخليلكيش الشوربه طعمها مش حلو، وخلاها مش احسن حاجه يعني. هنا خلاص طفينا عليه لانه خلاص داخل في سوا. هنا خلاص استوى، خلاص نقلب بقى الحاجات دي وتدوقي ملحك تشوفيه بقى. انا بشوفه هنا لقيته خلاص استوى، شوفي بقى الملح بتاعك عايز لسه شويه ملح. لا ده كده خلاص مش عارف ايه، لا هو كده يعني عايز بس شويه كمون كده في الاخر يعني. خدوا بالكم انا حطيت كمون في الاول، بس برضه لازم احط له شويه في الاخر. جبنا هنا الكسروله دي، حطينا فيها معلقه سمنه كده، سمنه بلدي حلوه كده لو موجوده، مش موجوده يبقى امرنا لله، هات الزبده، مش موجوده يبقى زيت، امرك لله برضه. نحطه بقى شويه فوق ثوم مفروق، ونعمل له طشه كده زي طشه الملوخيه يعني، بيبقى جميل جدا. قلب بقى لحد ما الثوم ياخد لونه كده ويتظبط معانا، ونحط له معلقه كزبره وسن الكمون، وبعد كده نروح نطشنه على الفول بتاعنا، بيبقى ايه يعني بصي ريحته جايبه لاخر الشارع. ناس مش عارفه هو ده فول نابت ولا ملوخيه ولا ايه بالظبط. خلاص هنا خلاص اتحمر اهو، حطه بقى على الفوق بالكزبره بتاعته بكمون وبكل. ونجيب شويه شوربه بقى في الكسروله ونحطها عليه تاني، لان انا بحس ان الطعم كله في الكسروله دي بصراحه. خلاص نقلب بقى، يعني هو كده خلاص استوى. هنطلع بقى الطماطميه ما عادش لها لازمه معانا، هنطلعها، نجيب حاجه ونطلع الطماطميه دي. هنا بس بنزود سن الكمون زي ما قلت لكم، وكمان سن الكزبره يعني، ده قبل ما اطفي على طول. هنا بقى خلاص نطلع بقى الطماطميه، ونجيب ايه طبق نضيفه نغرف فيه شوربه الفول النابت دي. يا ريت تعودوا اولادكم والله عليها، لانها فعلا مغذيه جدا جدا جدا.
يعني مش لازم كل يوم على فكرة سمك ولحمة لا مش لازم والله، ده حتى يعني مش صحي. خلاص نجيب الطبقة بقى عشان نغرف. ايه رأيكم بقى؟ البصلة دي اللي هياكلها هيبقى هو الكسبان على فكرة، ده في ساعات بحط اكتر من واحدة كمان. وتحطي ليمون بقى وعيشي مع نفسك بقى. شايفين الرايق ازان الشوربة بتاعته رايقة ازان وجميلة، يعني حاجة كده من الاخر بصراحة. يا رب الفيديو يعجبكم، وان عجبكم ما تنسونيش باللايك والشير وتشتركوا في قناتي وتنوروني فيها، وكمان تزوروا صفحتنا على الفيس، صفحتنا المفروض على الفيس عشان تنوروها هي كمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.